تستفيد المرأة المغربية من تمييز إيجابي في مجال المشاركة السياسية من خلال تمكينها من حصة تمنح لها دون انتخاب داخل مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. وعلى هامش ذلك لم يتوقف يوما الجدل بين من يعتبر هذا التمييز ضرورة مجتمعية لتشجيع المرأة على تبوؤ المكانة التي تستحق في مناحي الحياة، وبين من يرفض هذه المقاربة ويدافع عن اعتماد الكفاءة حيثما وجدت. وبالنسبة للفئة الأخيرة لا ضير إن شكلت الحكومة برمتها من النساء إن كانت الموضوعية شرطا والكفاءة هي معيار الاختيار. في الساحة السياسية راه كتشارك، راها مناضلة، راها كتمشي تخرج في البرامج وتدافع على الأفكار السياسية، راها كدير الحملات، راه النساء هما اللي كيقودوا الحملات الانتخابية، راه هما المعول عليهم في حشد الأصوات وفي الشعبية لأن كتكون أكثر على النساء. ولكن للأسف ملي كنجيو لمناصب القرار كنلقاوهم مغيبات، دونك هنا احنا مازالين في حاجة إلى كوطا. يؤكد دستور المملكة أن على الدولة الإسهام في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، لكن الواقع يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الجنسين داخل المجالس المنتخبة على الصعيدين المركزي والمحلي، بالرغم من ازدياد مشاركة المغربيات في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. اليوم يمكن أن نسجل أن هناك نسبة مرتفعة نوعا ما ومتميزة، لكنها غير مرضية ولا تبلغ يعني الطموحات السياسية التي ننشدها جميعا كفرقاء سياسيين وبالأصل كيسار الذي يطمح إلى أن تكون هناك مساواة وأن يكون هناك مناصفة في تولي المرأة لتدبير الشأن السياسي. تترأس ثلاث نساء أحزابا سياسية تتزعم اثنان منها كل من اليساريتين زهور شقافي ونبيل منيب. أما الحزب الثالث الذي تترأسه اليوم وزيرة الإسكان وعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري فحاز في الانتخابات الأخيرة المرتبة الثانية، وهو جزء أساسي من التحالف الحكومي. يشكلن ربع أعضاء الحكومة، يمثل عددهن زهاء الربع أيضا من أعضاء مجلس النواب، ويترأسن ثلاث مدن كبرى. فهل تفلحن في تبوؤ منصب رئاسة الحكومة؟ أمر غير مستبعد بحسب مراقبين في حالة إذا ما تصدر حزب تتزعمه امرأة نتائج الانتخابات المقبلة. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.